بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. ولابن التلميذ وهو من الحكماء المسيحيين: ما واحد مختلف الأسماء يعدل في الأرض وفي السماء، يحكم بالقسط بلا رياء، أعمى يري الإرشاد كل رائي. أخرس لا من علة وداء، يغني عن التصريح بالإيماء، يجيب إن ناداه ذو امتراء بالرفع والخفض عن النداء، يفصح إن علق بالهواء، وهو الميزان. ومن الألغاز الفنية قول بعضهم: محمد زيدا واقتل ابني فإنه أحب إلى قلبي من السمع والبصر. وكتابته على الوجه المألوف هكذا: محمد زيدا واقت لا بني. فقوله محمد منادى مرخم وأصله محمد، وقوله دي فعل أمر من ودى أي دفع الدية، وزيدا مفعوله، وقوله واقت الواو عاطفة، وأقت فعل أمر من قتى يقتو إذا خدم، والمعنى يا محمد ادفع دية زيد واخدم لابني. وألغز ابن عنين في مشمش وسمسم: نبتان هذا أصله سامق قاس، وذا من خائر قاصر، أيهما صفحت معكوسة دل بلا شك على الآخر. وقال أبو الحسن بن الجياب وهو رئيس كتاب الأندلس وأستاذ لسان الدين الخطيب، توفي 749 هجرية، في كتاب الألغاز الجيابية الذي جمعها له تلميذه المشار إليه: وما شخصان مشتركان في اسم، ولكن للصغير اسم المكبر، فهذا في بني يعقوب حقا، وذا في آل أحمد ليس ينكر، وهما سلمان رضي الله عنه وسليمان عليه السلام. وقال: ما شجر إن صحف اسمه فبعض الحيوان في الهامش نحل، انتهى الهامش، كلاهما يأتي بأحلى من تواصل الأماني في الهامش تمر شهد، انتهى الهامش، هما معا في سورة واحدة من القرآن، وقلبه مصحفا مستحسن من الغواني في الهامش لحن، انتهى الهامش، وهاكه أوضح من شمس الضحى لدى العيان. وقال في عفان: حاجيت ما اسم علم مقلوبه اسم علم في الهامش نافع، انتهى الهامش، هذا ابنه خليفة وذا أبوه أعجم، إن تحذف الفاء من الأول جاء الأدهم في الهامش عان، انتهى الهامش، أو تحذف الفاء من الثاني يقوم مأتم في الهامش ناع، انتهى الهامش، وإن تصحفه على الحذف فعاد مجرم في الهامش باغ، انتهى الهامش، أو أول الأنعام ذكرا حيث عد النعم في الهامش ثاغ، انتهى الهامش، فهاكه قد لاح منه سره المكتم. وقال بعضهم، لاحظ القافية: الكبر قد أضحى على مهانة النفس علامة، فاتركه سرمدا وقل لمن أتاه إذ علامة، للترب تعزى فعلام الكبرياء يا صاحي علامة. ومن الألغاز الفقهية سؤال: أي وعاء متنجس يطهر بغير غسل؟ الجواب: هو الوعاء الذي فيه خمر يطهر إذا انقلبت خلا بغير غسل.
سؤال: أي حيوان يطهر دمه إذا تغير؟ الجواب: هو الغزال، فإن دمه إذا تغير وصار مسكا يصير طيبا طاهرا. سؤال: أي طاهر يخرج بين نجسين؟ الجواب: هو اللبن، يخرج من بين فرث وهو ما في الكرش من الثفل ودم. ومن ألغاز الفرائض: سؤال: هل يتصور أن يكون غلامان كل منهما عم الآخر؟ الجواب: نعم، وذلك في امرأتين لكل واحدة منهما ولد تزوج أم الآخر فجاءت بولد، فكل واحد من الولدين يقول للآخر عمي. رجل كان يلعب بالكرة فوقعت في حفرة، فحلف أن لا يخرجها هو ولا غيره، ثم أراد إخراجها من غير أن يحنث، فهل لذلك وجه؟ نعم، يؤتى بقربة ماء فتصب في تلك الحفرة فتخرج الكرة بنفسها ولا حنث عليه بذلك. ومن الألغاز الحسابية: رجل كان يبيع الدجاج كل واحدة بدرهمين، والإوز كل واحدة بدرهم، والحمام كل واحدة بنصف درهم، فأراد رجل أن يشتري منه 20 منها بعشرين درهما، فكيف يفعل؟ الجواب: يأخذ 10 من الحمام، و5 من الإوز، و5 من الدجاج. رجل له 3 أولاد وعنده ثوبان، فحلف كل واحد منهم على أن يلبس أحد الثوبين في هذا الشهر 20 يوما، فكيف الخلاص من الحنث؟ الجواب: يلبس 2 منهما الثوبين، فيلبس أحدهما أحد الثوبين 10 أيام ويخلعه، ويلبسه الثالث بقية الشهر، وأما الثاني فإنه يخلعه بعد 20 يوما ويلبسه الأول، وهو الذي كان لبس 10 أيام. قال المؤلف: ليت كثيرا ممن مال في عصرنا إلى الهزل وجعله عوضا عن القول الجزل تعلق بشعبة من شعب الأدب، فإنها تلهيهم عنه وتزيل عنهم ما هم فيه من الكرب، فإن الميل إلى الترهات دليل فقد اللذات الحقيقية في الذات. ألغاز الإشارة هي أن يشير الملغز بأمر محسوس إلى أمر معقول لعلاقة بينهما، بحيث ينتقل الذهن من الأول إلى الثاني، وقد كان مستعملا قديما في العرب والعجم، ولذلك ذكر كثيرا في التواريخ وكتب اللطائف، لها موقع عظيم في النفوس ويدخل فيها بعض أقسام التلميح. من ذلك ما يحكى أن الحيصبيص الشاعر التميمي حضر ليلة عند الوزير علي السماط، فأخذ أبو القاسم بن القطان قطعة مشوية وقدمها إلى الحيصبيص، فقال الحيصبيص للوزير: يا مولانا، هذا الرجل يؤذيني. فقال الوزير: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يشير إلى قول الشاعر: تميم بطرق اللؤم أهدى من القطى، ولو سلكت سبل المكارم ضلتي. ومما يستظرف لأبي القاسم المذكور مما يتعلق بالسابق أنه لما ولي الزينبي الوزارة دخل عليه والمجلس حافل بالرؤساء، فوقف بين يديه ودعا له وأظهر الفرح ورقص، فقال الوزير لبعض من يفضي إليه بسره: قبح الله هذا الشيخ، فإنه يشير برقصه إلى قولهم: ارقص للقرد في دولته. وحيث إن اللغز قد يطلق على كل ما فيه إغراب، فمما يدخل فيه اقتراح كلمات أولها حرف معين داخلة تحت نوع مخصوص يعينه السائل، فيقول مثلا: ماذا تحب أو تبغض من النونات، أي الأشياء التي أولها نون، فتذكر كلمات في أولها نون من نوع المحبوب أو المكروه، والحد المعتاد عند الأدباء في عددها 7،
ثم أورد المؤلف في الأحرف الهجائية الأولى: ألف أمن وأنس وآداب وأبهة وأولياء وأموال وإيمان، باء بر وبشر وبرهان وبحبحة وبهجة وبشارات وبستان، تاء تبر وتقوى وتأساء وتبصرة وتوبة وتدابير وتبيان. في الهامش التأساء التسلية، انتهى الهامش. قال: وقد جمعت في بيت بعض الكلمات التي فيها ضاء إذا بدلت ضادا كان لها في نفسها معنى، وهو ذو الحظ في العلم ظل ينظر والغيظ والظن الردي يحضره، والحظ الحث، وظل بمعنى صار، وظل معناه معروف، وينظر يحسن، وغيظ الماء نقصانه، والظن البخل، والردى يحضره يمنعه، ويحضر معناه معروف. والألغاز اللغوية تتصور في الألفاظ المشتركة، فيذكر الملغز اللفظ بمعنى ويوهم أنه يريد به غيره، نحو أي رجل أكل شيئا عامدا قبل العصر في رمضان ولم يفسد صومه، والجواب أن هذا صائم أكل في الليل شيئا كقصب السكر ونحو مما يقبل العصر. التشويق الطبي لصائد بن الحسن. في الهامش التشويق الطبي لأبي العلاء صائد بن الحسن الطبيب، حققه وقام بدراسته مريزن سعيد عسيري، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخليج، 1416 هجرية، 166 صفحة. كتاب نفيس في أدب الطبيب، فصل فيه في أبواب متعددة الآداب والفضائل والصفات والشروط الخلقية والعلمية والقوانين التي يجب أن يتصف بها الطبيب الماهر الذي يستحق الانتماء إلى أهل هذه الصناعة. وذكر أن ما أودعه في كتابه هذا جواهر من الحكم ودرر من الكلم تنفع من قرأها منصفا وتعجب من تأملها متوقفا، وتفيد معرفة فضائل هذه الصناعة وأهلها، وتميز المتحققين بها ليطلبوا، والمدعين لها ليجتنبوا، كما تعرض لعملية الكشف على المريض ومعالجته، وأن الطبيب إذا استطاع أن يعالج بالغذاء فلا يقرب الدواء، وإذا عالج بالدواء فلا يقرب الحديد إلا ما لا بد منه، ونبه إلى تقدير الأودية في الكمية والكيفية وجهة الاستعمال واختيار المواد، كما أكد على ضرورة امتحان الأطباء لمعرفة مقدرته الطبية، وحذر من جهلة الأطباء، وكشف ألاعبهم وغشهم وتدليسهم على الجهلة والعامة، وطلب الضرب على أيديهم، وأعطى أمثلة عديدة لأعمالهم. ومن أبواب الكتاب المختارة نوادر المتخلفين من الأطباء وأغلاط عرضت لهم فيما يفسد على الطبيب تدبيره وفيما يقيم عذره، وصايا مختصرة تفيد من عمل بها وتؤمنه من الوقوع في أيدي المتخلفين من الأطباء، نوادر سمعتها وشاهدتها جدية وهزلية تتعلق بالمتطببين. والمؤلف طبيب من أهل الرحبة على شاطئ الفرات بين الرقة وبغداد، وصفه ابن أبي أصيبعة بأنه كان ذكيا بليغا لا تعرف سنة وفاته، لكنه ألف كتابه هذا سنة 464 هجرية. انتهى الهامش. التشويق الطبي: إذا ألم المرض فالمعاجلة بالمعالجة. حكي أن المأمون كان مولعا بأكل الطين، فقال: أما أحد يدلني على ما يذهب عني شهوته؟ فقال له رجل: أنا يا أمير المؤمنين. فقال له المأمون: بماذا؟
فقال بعزمة من عزمات العقلاء، فما أكله بقية عمره. قلت وهكذا التدخين وغيره، ومن تركه لله أعانه عليه. قال عبد الملك بن مروان لابن الزعيرية هل اتخمت قط؟ وهو الشبع الزائد. قال لا. قال وكيف ذا؟ قال لأن إذا طبخنا أنضجنا، وإذا أكلنا أجدنا المضغ، ونعطي المائدة الكفاف ولا نخليها. السنانير تأكل الحشيش في أوقات الربيع، ومعلوم أن ذلك ليس مما كانت تتغذى به أولا، وإنما دعاها إلى ذلك الإلهام لفعل ما جعله الله سببا لصحة أبدانها. فإذا أكلت الحشيش تقيأت أخلاطا مختلفة قد اجتمعت في أبدانها، ولا تزال كذلك إلى أن تحس بالصحة المأنوس إليها بالطبع فتكف. شكى بعض المتقززين إلى طبيب غثيانا، فقال له خذ مقدار رأس فأرة جلنجبينا ورد بالعسل، والق عليه ملء محجمة ماء، وحركه حتى يصير مثل المخاط واشربه. فما استتم الوصف حتى تقيأ الرجل على المكان. ذكر المؤلف في باب نوادر المتخلفين من الأطباء بعض تصحيفات وأغلاط عرضت لهم مجموعة من الأخبار، منها أنه سمع بعضهم يقول عندي كتاب فيه بيض الديوك، أراد نبض الذبول، وهو نبض يصاحب أصحاب حمى الذبول. قال وسمعت بعضهم يقرأ في بعض الشروح الفلسفية لأبي الفرج عبد الله بن الطيب يقول لقد كان الحسن البصري قيما بجميع العلوم. فقلت كيف قلت هذا؟ فقال أما ترى الشيخ أبا الفرج مع جلالة قدره يقول والحسن البصري يشهد بذلك؟ فنظرته وقلت يا هذا إنما قال هذا الرجل والحس البصري يشهد بذلك. وصحف بعضهم ولا يدمن الأكل، فقال ما أعجب قول هذا الرجل ولا بد من الأكل، كأن ما علمنا هذا. قال وقرأ بعضهم في كتاب لجالينوس إن العسل ينقص من حرارة الصبر، النبتة المرة. وقال أما يستحي جالينوس من هذا؟ كيف ينقص العسل من حرارة الصبر والعسل حار؟ فقلت يا هذا توقف وانظر جيدا، إنما قال الغسل ينقص من حرارة الصبر، أي إذا غسل الصبر، فافهم ولا تصحف قوله وتغلطه. ووجد بعضهم في نسخة أنيسون درهمين، ووجد بعضهم في نسخة أنيسون درهمين، والأنيسون نبتة طيبة. وكان الخط معلقا فظنه أفيون، فوضع في الوصفة درهمين أفيون، وسقاه المريض فقتله. وقرأ بعضهم في كناش عتيق وليكن غذاؤه فرخا أو قطا، فقال والله إن هذا لعجب، كيف يأمر الناس بأكل السنانير فرخا أو قطا؟ والقطى نوع من الطيور معروف يؤكل. وصحف بعضهم شيح أرمني بشيخ أرمني، والشيح نبات يستخدمه الأطباء لقتل ديدان البطن. وآخر صحف ويسقى بزربنج مع سكر، فصحفه ويسقى بزرنيخ مع سكر،
فسقى المريض زرنيخا فقتله، وبزربنج أي بزر شجرة البنج، والزرنيخ نوع من المعادن. ومثل هذا ما صحفه بعض تلاميذة هؤلاء فقال: ويحذر الخس. فقال له معلمه: صحفت ويلك، إنما هو ويحذر الجنين. وكانت في الأصل ويخدر الحس، فصحفا جميعا. قال: وسمعت أن بعضهم ظن أن عروق الصباغين هي العروق التي توجد في أبدان الصباغين، وهي بقلة الخطاطيف، وقال بعضهم إنه الكركم. من الأطباء من يلزم المريض ويكرهونه على تناول الغذاء، ولا يعلمون أن الغذاء كما يزيد في قوة الصحيح كذلك يزيد في مرض المريض. جاء رجل إلى طبيب فقال له: أيها الحكيم، أجد مغصا في أطراف شعري وظلمة في بطني، وإذا أكلت الطعام يتغير في معدتي. فقال له الطبيب: أما المغص الذي تجده في أطراف شعرك فيجب أن تحلق رأسك ولحيتك فيزول عنك، وأما ظلمة بطنك فيجب أن تعلق على باب سرتك قنديلا، وأما تغير الطعام في معدتك فكل واربح النفقة. حكي عن بعض الأطباء أنه قال لعبد الملك بن مروان: قد اتخذت لك يا أمير المؤمنين دواء يشهي إليك الطعام ويحبب إليك الجماع ويسرع إليك النوم. فقال: والله لولا قديم صحبتك وما سبق من خدمتك لأمرت بضرب رقبتك، يا ويلك. أما ما ذكرت أنه يشهي إلي الطعام فيكفيني أن أدخل الخلاء في النهار والليل مرة واحدة، وأما ما ذكرت أنه يحبب إلي الجماع فالجماع جنون، يكفيني أن أجن في الشهر مرة، وأما ما ذكرت أنه يسرع إلي النوم فيكفيني أن أموت الليل. فاعتذر الطبيب وسأله العفو عنه. قال: وحضرنا عند مريض مهندس ومعنا طبيب منجم، فشكى المريض إليه حاله وقال: أيها الحكيم، اعلم أنني رجل منحرف المزاج، مع أن تدبيري ما زال جاريا على استقامة، وكنت كثيرا ما أضع المخروط في الدائرة، فلما كان بالأمس أحسست بالآلام وكأنها ترسم في كرة رأسي أقطارا، ولم يبق عظم من عظام قحفي إلا توهمته منشورا، ثم استقر الألم في المركز كاستقرار الأرض في وسط الكل، وأقام ذلك مدة ما، ثم تحرك على خط مستقيم كحركة الكرة على البسيط، إلى أن استقر في مقعر معدتي، وأحسسته داخل الأضلاع على موازات من محدب أعلى البطن، فقعدت لشدة ما نالني في زاوية، وأنا مع ذلك لا أحس في جسمي ما يتوهم فيه نقطة إلا متألما، ولم أزل أشكل أعضائي بأشكال مختلفة إلى أن طلع عمود الصبح. فقال له الطبيب: يجب أن يؤخذ بزر لسان الحمل وبزر لسان الثور وجوز بوا في الهامش، هذه أسماء نباتات طبية، انتهى الهامش، وناب سرطان بحري وظفر الأسد وسنبل الطيب أجزاء سواء بالميزان، ويضاف إليه نصف جزء من عقارب محرقة، وقوس السحر، وأذن الجدي، وتقلب عليه دلو ماء بعد الحمية على حوت مشوي، ويطبخ حتى يبقى منه الربع، واستعمل منه أوقيتين مع قرص من أقراص الكواكب وقت طلوع الفجر، واصبر عليه إلى وقت زوال الشمس عن دائرة نصف النهار، ترى النجاح والسعادة إن شاء الله تعالى.
ورأيت رقعة هذا المريض قد وصلت إلى الطبيب بما هذا نسخته. قد امتثلت ما رسمه سيدنا الحكيم حرسه الله من إعداد الحوائج واتخاذ قرص الكواكب، وأحضرت كل واحد من أدويته بالوزن المعين، وابتدأت أولا بالدق إلى أن وصلت إلى الطلق، فعلمت أنه يعنيني وينعيني ويؤذيني، فأخذت فهرا كرويا وصلاية، في الهامش الفهر وصلاية حجران يدقان به الجوز والعطر ونحوهما، انتهى الهامش. وصلاية مسطحة ذات قاعدة مستوية مستديرة نقية، وسحقته حتى كادت أجزاؤه لا تتجزأ، ليس ذلك إلا خاصة للنقطة، ونقعت الصموغ بالمثلث وقرصتها في صحن مربع، وجعلتها صحيحة الوزن مستديرة الشكل معتدلة المقدار، ووضعتها على بسيط مستوى نظيف، وأنا معول على استعمالها من غد إن شاء الله تعالى. فنظر هذه النسخة صديق لي حاسب فقال: أقسم بمجري الغيوم ومدبر النجوم العالم بخفي الأسرار المنزه عن الكون والفساد، لو أن ثاذوسيوس وصف هذه لبطليموس لما اهتدى إلى علمها ولا إلى عملها. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالب. في الهامش ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة دار المعارف، 1405 هجرية، 816 صفحة، ذخائر العرب رقم 57. يصف المحقق هذا الكتاب بأنه من الكتب التي اتسمت بجمال التأليف وتنسيق الأبواب مع شرف الغاية وكرم المقصد، بناه على ذكر أشياء مضافة ومنسوبة إلى أشياء مختلفة يتمثل بها، ويكثر في النظم والنثر وعلى ألسنة الخاصة والعامة استعمالها، كقولهم غراب نوح ونار إبراهيم وذئب يوسف وعصا موسى، وكقولهم كنز النطف وقوس حاجب وقرطا مارية وصحيفة المتلمس، وكقولهم تفاح الشام وأترج العراق وسكر الأهواز وورد جور، وهكذا. وخرجها من 61 بابا ينطق كل منها بذكر ما يشتمل عليه أولا، ويفصح عن الاستشهاد وسياقة المواد آخرا، وما فيها إلا ما يتعلق من المثل بسبب، ويوفي من اللغة والشعر على طرف، ويضرب في التشبيهات والاستعارات بسهم، ويأخذ من الأخبار والأنساب بقسم، ويجيل من خصائص البلدان والأماكن قدحا، ويجري في أعاجيب الأحاديث شوطا. قال: وقد افتن الثعالبي في تصنيفه وجرى على سجيته في كتابة أبوابه وفصوله، وأودعه من الطرف والنوادر والملح والأفاكيه والأقاصيص ومضاحك الشعر ما جعله مراد النفس وجلاء القلب ومتعة الخاطر. وقد سبق التعريف بالمؤلف أبي منصور الثعالبي 350 إلى 429 هجرية، الأديب العلامة، عند عرض أكثر من كتاب له في هذه الموسوعة. انتهى الهامش. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. روح الله عيسى عليه السلام، ومما يستملح لأبي أحمد بن أبي بكر الكاتب قوله لعلي بن عيسى الوزير: لست روح الله عيسى، إنما أنت ابن عيسى، كلم الناس فإن الله قد كلم موسى. رحمة الله. قال سليمان بن عبد الملك الخليفة لأبي حازم الأعرج العالم الزاهد، وقد خوفه عذاب الله في موعظة له حتى أبكاه: فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: قريب من المحسنين. تحفة إبراهيم هي اللحم،
ويحكى أن الشعبي دخل على صديق له فتحدثا الساعة، فلما أراد القيام قال له: لا نتفرق إلا عن ذواق. فقال الشعبي: أتحفني بما عندك ولا تتكلف لي ما لا يحضرك. فقال: أي التحفتين أحب إليك، تحفة إبراهيم أم تحفة مريم؟ قال الشعبي: أما تحفة إبراهيم فأهدي بها الساعة، وأريد تحفة مريم. فدعا له بطبق من رطب. وإنما أنا بتحفة إبراهيم اللحم، لأن في قصته: فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، سورة هود الآية 69. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون، سورة الذاريات الآية 27. وأنا بتحفة مريم الرطب، لأن في قصتها: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، سورة مريم الآية 25. قميص يوسف. يروى أن إخوة يوسف لما قالوا لأبيهم: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، سورة يوسف الآية 17، قال لهم: أروني قميصه. فأروه إياه مضرجا بالدم غير ممزق، فقال: تالله ما رأيت ذئبا أحلم من هذا وأرفق، أكل ابني ولم يمزق قميصه. ورؤي أبو الحارث جميز في ثياب متخرقة، فقيل له: ألا يكسوك سيدك؟ فقال: لو كان له بيت مملوء إبرا، وجاء يعقوب ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة ضمنا، يطلب منه إبرة ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر، ما أعاره إياه، فكيف يكسوني؟ ما أعاره إياها فكيف يكسوني. حربة أبي يحيى. أبو يحيى هو ملك الموت، وإنما كني بهذه الكنية كناية عن الموت، كما كني عن اللديغ بالسليم وعن المهلكة بالمفازة. وحربة أبي يحيى يراد بها مقدمة من مقدمات الموت على جهة التمثيل والاستعارة. قال بعضهم: وأبدت بوجهي طالعات أرى بها سهام أبي يحيى مسددة نحوي. جند إبليس. يقال ذلك للمجان والخلعاء. قال الشاعر: وكنت فتى من جند إبليس فارتقت بي الحال حتى صار إبليس من جندي. ظل الشيطان. العرب تقول للمتكبر الضخم: ظل الشيطان. خمر الشيطان. قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، فمن شرب منها لم يفق من سكرتها إلا وهو في عسكر الموت خاسرا نادما. سيرة العمرين. هما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، يضرب بسيرتهما المثل، إذ لا عهد بمثلهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض البلغاء، وقد ذكر بعض الملوك: رأيت صورة قمرية وسيرة عمرية. وقال آخر: رأيت بفلان نور القمرين وعدل العمرين. زكن إياس. في الهامش: الزكن التفرس والظن. انتهى الهامش. حكى الجاحظ أن إياس بن معاوية كان وهو صغير ضعيفا ضئيلا، وكان له أخ أشد حركة منه وأقوى، فكان أبوه يقدمه عليه، فقال له إياس يوما: يا أبتي، إنك تقدم أخي علي، وسأضرب لك مثله ومثلي. فهو مثل الفروج، حين تنفلق عنه البيضة يخرج كاسيا كافيا نفسه، فيلقط ويستخفه الناس، فكلما كبر انتقص
حتى إذا تم فصار دجاجة لم يصلح إلا للذبح. وأنا مثل فرخ الحمام تنفلق عنه البيضة عن شيء ساقط لا يقدر على حركة، وأبواه يفديانه حتى يقوى ويثبت ريشه، ثم يحسن بعد ذلك ويطير، ويتخذونه الناس ويرسلونه من المواضع البعيدة، فيجيء فيصان لذلك ويكرم ويشترى بالأثمان الغالية. فقال له أبوه: لقد أحسنت المثل. فقدمه على أخيه فوجد عنده أكثر مما ظن منه به، وخرج إياس باقعة منقطع النظير. وزعم الأصمعي أن إياس نظر إلى رجل من ثقيف أبيض بض فقال له: أهندية أمك؟ قال: لا والله، ما ضربت في هندية ولا هندي قط بعرق. قال: بلى والله وإن جهلت، وإني لأرى فيك آثار ذلك. قال: لا والله إلا اللبن والحضانة، فإن خادمة هندية كانت لأمي أرضعتني مدة مديدة. قال: فمن ذلك. سجع المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. من ظريف ما يحكى من حيله أنه كان عنده كرسي قديم العهد، فغشاه بالديباج وقال: هذا الكرسي من ذخائر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فضعوه في حومة القتال وقاتلوا عنه، فإن محله فيكم محل السكينة في بني إسرائيل. ويقال إنه كان اشتراه من نجار بدرهمين. شجة عبد الحميد. تضرب مثلا للعورة تصيب الإنسان الجميل فلا تشينه بل تزيده حسنا، فكان عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من أجمل أهل دهره، فأصابته شجة في وجهه فلم تشنه بل استحسنها الناس، وكان النساء يخططن في وجوههن شجة عبد الحميد. عي باقل. حديثه مشهور، وهو أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهما، فمر بقوم فقالوا له: بكم أخذت الظبي؟ فمد يديه وأخرج لسانه يريد بأصابعه عشرة دراهم وبلسانه درهما، فشرد الظبي حين مد يديه، وكان الظبي تحت إبطه، فجرى المثل بعيه. جليس قعقاع. هو القعقاع بن شور الذهلي، تابعي من الأجواد، كان إذا جالسه واحد بالقصد إليه جعل له نصيبا من ماله، وأعانه على عدوه، وشفع له في حوائجه، وغدا إليه بعد المجالسة شاكرا له. ودخل القعقاع على معاوية رضي الله عنه يوما ومجلسه غاص بأهله، فلم يجد موضعا، فأوسع له بعض جلسائه حتى جلس بجنبه، ثم أمر معاوية للقعقاع بمئة ألف درهم، فقال القعقاع لجليسه: اقبضها. فلما قام قال له الرجل: خذ مالك. فقال: ما دفعته إليك وأنا أريد أن أسترجعه منك. فقال الرجل في ذلك: وكنت جليس قعقاع بن شور، ولا يشقى بقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. حديث خرافة. خرافة رجل من بني عذرة استهوته الجن، فلما خلت عنه رجع إلى قومه وجعل يحدثهم بالأعاجيب من أحاديث الجن، فكانت العرب إذا سمعت حديثا لا أصل له قالت: حديث خرافة. ثم كثر هذا في كلامهم حتى قيل للأباطيل والترهات خرافات. نفس عصام. يضرب مثلا لمن يشرف بالاكتساب لا بالانتساب، ويسود بنفسه لا بقومه. وعصام هو الباهلي الذي يقول فيه النابغة: نفس عصام سودت عصاما، وعلمته الكر والإقداما، وجعلته ملكا هماما.
وكان الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني يقول: كن عصاميا ولا تكن عظاميا، أي سد بشرف نفسك كما ساد عصام، ولا تتكل على سؤدد آبائك الذين ماتوا وصاروا عظاما نخرة. فإن الشاعر يقول: إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك العظم حي وهو ميت. هوان قعيس. كان قعيس عند عمته في ليلة مطر وقر، وكان قد أتى بيتها ضيفا، فأدخلت كلبها إلى البيت وتركت قعيسا في المطر فمات من البرد. نومة عبود. أصل ذلك أن عبودا تماوت على أهله وقال: اندبوني لأعلم كيف تندبون إذا مت، فغطينه وندبنه فإذا به قد مات. واو عمر. تضرب مثلا لما لا يحتاج إليه. شربة أبي الجهم. يضرب مثلا للشيء الطيب اللذيذ الرديء العاقبة. وكان أبو الجهم عينا لأبي مسلم الخراساني على أبي جعفر المنصور، يراعيه ويداخله ويحفظ أنفاسه، والمنصور يستثقله ويتبرم به ويترصد الغوائل له. فبينما هو ذات يوم عنده إذ عطش فاستسقى، فقال المنصور: يا غلام اسقه سويق اللوز بالطبرزب. فجاءه بقدح منه وفيه سم سريع القتل، فشربه أبو الجهم ولم يلبث أن حرك بطنه فقام. فقال المنصور: إلى أين يا أبا الجهم؟ فقال: إلى حيث وجهتني يا أبا جعفر. ورجع إلى منزله وقذف كل شيء في بطنه وتلف لوقته، فقيل فيه: تجنب سويق اللوز لا تشربنه، فشرب سويق اللوز أردى أبا الجهم. حكاية أبي ديونة. كان زنجيا، وكان يحكي كل صوت وكل هيئة وكل مشية، ويحكي أصوات الدواب والبهائم والطير، فلا يفرق بين صوته وأصواتها. وكان كما قال ابن الرومي يخاطبه: حكيت القرد في قبح وسخف، وما قصرت عنه في الحكاية. أغربة العرب. وهم أربعة سودان شجعان، فمنهم عنترة العبسي، ومنهم عبد الله بن خازم السلمي والي خراسان لعبد الله بن الزبير. ومن عجيب أمره أنه كان نهاية في الشجاعة والنجدة، وكان يخاف الفأر أشد مخافة، ورأى مرة جرذا أبيض فتضاءل كأنه فرخ واصفر كأنه جرادة. سهم الإسلام. كان السلف يقولون في وصاياهم: إذا مررت بقوم فابدأهم بسهم الإسلام، وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى الشريط الثاني، من فضلك انتقل إلى الشريط الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي. خلافة ابن المعتز. تضرب مثلا فيما لا تطول مدته ويسرع انقضاؤه، لأنه ولي الخلافة يوما وبعض يوم، وأدركته حرفة الأدب، فلم يلبث أمره أن انحل في اليوم الثاني، وكان قد بايعه أكثر الناس، وذلك لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة 96 بعد 200. بنات نصيب. كان نصيب عبدا أسود لبني كعب بن ضمرة، وكان شاعرا مفلقا، ولشعره ديباجة. ولما سئل عنه جرير قال: هو أشعر أهل جلدته. وكان له بنات يشبهنه في الأدمة والدمامة، وكان يحبهن جدا، ويربأ بهن عن العجم، ولا يرغب فيهن العرب، فبقين معنسات، وصرن مثلا للبنت يضن بها أبوها، فلا يرضى من يخطبها، ولا يرغب فيها من يرضاه لها. حمار القصار.
في الهامش القصار هو مبيض الثياب، انتهى الهامش. يضرب به المثل في من يصير إلى الخوف وسوء القرى، فيقال كان يوم فلان كحمار القصار، إن جاع شرب وإن عطش شرب. كلب القصاب يضرب مثلا للفقير يجاور الغني فيجد من نعيم جاره وبؤس نفسه ما تتنغص معه معيشته. والعامة تقول كلاب القصابين أسرع عما من غيرها بعشرين سنة، لأنها لا تزال ترى من اللحوم ما لا تصل إليه، فكأن رؤية ما تشتهيه وتمنع منه يورثها العمى. الرغفان المعلم يضرب بها المثل في اختلاف وشدة التفاوت، لأن الرغفان المعلم تختلف بحسب اختلاف آباء الصبيان في الغنى والفقر والجود والبخل. كذب الدلال يقال إن أمر الدلال لا يتمشى بغير الكذب، فهو يثابر عليه، ويقال لكل أحد رأس مال، ورأس مال الدلال الكذب. أبو براقش طائر منقش بألوان النقوش، يتلون في اليوم ألوانا ويضرب به المثل للمتلون. وقال الخليل هو طائر من طير البر يشبه القنفذ، أعلى ريشه أغبر وأوسطه أسود وأحمر، فإذا أهيج انتفش وتغير لونه. أبو رياح تمثال فارس من نحاس بمدينة حمص، يدور مع الريح حيث هبت، ويمينه ممدودة وأصابعها مضمومة إلا السبابة، فإذا أشكل على أهل حمص مهب الريح عرفوا ذلك به، فإنه يدور بأضعف نسيم يصيبه، ولذلك كني بأبي رياح. وقد يقال للرجل الطائش الذي لا ثبات له أبو رياح تشبيها به. أبو ضوطرة إذا سبت العرب إنسانا قالت له أبو ضوطرة وأبو حباحب وأبو جخادب. أبو الأخطل كنية البغل. أم الكتاب سورة الفاتحة، وقد ألغز فيها الشاعر فقال وأم لم تلد ولدا وليست بأم الرأس يعرفها اللبيب. أم الحروف سمى النحويون حروف المد واللين أم الحروف، وأمهات الأفعال عندهم فعل وجعل وأنشأ وأقبل. أم الطعام هي الحنطة لأن لها فضلا على سائر الحبوب، ومن أبيات كتاب الحماسة ربيته وهو مثل الفرخ أطعمه أم الطعام ترى في جلده زغبا. أم حبين هي دويبة على قدر كف الإنسان، تأكل الأعراب ما دب ودرج سواها، ولذلك قال فيها من قال لتهنئا أم حبين العافية. ابن الأرض نبت يخرج في رؤوس الآكام، وله أصل ولا يطول، وهو سريع الخروج سريع الهيج، يضرب به المثل في سرعة الإدراك والفناء. بنات البطون هي الأمعاء، يقال للجائع سكن بنات بطنك إذا أمر بالأكل. بنات الليل هي الأحلام والنساء والأهوال والمنايا، وبكلها جاء الشعر. بنات التنانير هي الرغفان، وقيل لأعرابي قدم من الحضر فأضافه بعض المياسير أين كنت اليوم وبما اشتغلت، فقال كنت والله عند كريم خطير أطعمني بنات التنانير وأمها الأباريز هي التوابل وحلواء الطناجير. رغيف الحولاء من أمثال العرب أشأم من رغيف الحولاء، وكانت خبازة في بني سعد بن زيد بن منات، فمرت وعلى رأسها طبق خبز، فتناول رجل من رأسها رغيفا فقالت والله ما لك علي حق ولا استطعمتني، فلما أخذت رغيفي؟ أما إنك ما أردت بهذا إلا فلانا، تعني رجلا كانت في جواره، فمرت إليه شاكية فثار وثار معه قومه إلى الرجل الذي أخذ الرغيف وقومه، فقتل من بينهم 1000 نفس. وسار رغيف الحولاء مثلا في الشيء اليسير يجلب الخطب الكبير.
نكاح أم خارجة يضرب به المثل في السرعة، فكان يأتيها الخاطب فيقول خطب فتقول نكح. ومما ينخرط في هذا السلك ما حدث به ابن عائشة قال: كان للحسن بن قيس بن حسين ابن شيعي وابنة حرورية وامرأة معتزلية وأخت مرجئية وهو سني جماعي، فقال لهم ذات يوم: أراني وإياكم طرائق قددا. سوق العروس يضرب به المثل في الحسن، وكان الخوارزمي إذا وصف جارية بالحسن قال: كأنها سوق العروس، وكأنها العافية في البدن، وكأنها 100,000 دينار. أصابع زينب ضرب من الحلواء ببغداد يدعى أصابع زينب، وفيها يقول أبو طالب المأموني: فما حملت كف الفتى متطعما ألذ وأشهى من أصابع زينب. عين القلب من ألطف ما قيل فيها قول أبي عثمان الناجم: لئن راح عن عيني أحمد غائبا فما هو عن عين الفؤاد بغائبي. أصابع الأيتام، قال بعض السلف: احذروا أصابع الأيتام، يعني رفعهم إياها في الدعاء على الظالم. حمر النعم هي كرائم الإبل، يضرب بها المثل في الرغائب والنفائس، فيقال: ما يسرني به حمر النعم. بول الجمل يضرب به المثل في الإدبار، لأنه يبول إلى خلف. قال الشاعر: وأخلف من بول البعير، لأنه إذا هو للإقبال وجه أدبرا. بغلة أبي دلامة، كان لأبي دلامة بغلة مشهورة يضرب بها المثل في كثرة العيوب، لأنه قال فيها قصيدة طويلة تشتمل على ذكر عيوبها، ومما ورد فيها: فأهون عيبها أني إذا ما نزلت فقلت امشي لا تبالي، تقوم فما تسير هناك سيرا، وترمحني وتأخذ في قتالي، وتكسر سرجها أبدا شماسا، وتسقط في الرمال وفي الوحال، وتفزع من صياح الديك شهرا، وتنفر للصفير وللخيال، إذا استعجلتها عثرت وبالت، وقامت ساعة عند المبالي. حمار أبي الهذيل يضرب مثلا في الأمر الصغير يتكلم فيه الرجل، ومن قصته أن أبا الهذيل دخل على المأمون فاحتبسه ليأكل معه، فلما وضعت المائدة وأخذوا في الأكل قال أبو الهذيل: يا أمير المؤمنين، إن الله لا يستحيي من الحق، غلامي وحماري بالباب. فقال: صدقت يا أبا الهذيل. ودعا بالحاجب فقال له: أخرج إلى غلام أبي الهذيل وحماره فتقدم بما يصلحهما. فخرج وفعل. وكان محمد بن الجهم إذا تعذر عليه أمر يقول: إن الذي سخر المأمون لحمار أبي الهذيل وغلامه قادر على أن يسهل لنا هذا الأمر. في الهامش قلت: قد يبتسم القارئ عند قراءته هذا الخبر، وهذا لا بأس به، لكن العبرة فيه أن هذا الرجل العادي عندما قدم له أكل شهي قد لا يجده في بيته عمره كله لم ينس حماره وغلامه أثناء شدة شهوته للطعام، وكان على المأمون أن يعتبر بهذا فلا ينسى رعيته، وبينهم فقراء معوزون، وكان والده خيرا منه يبكي إذا ذكر بمثل هذا. انتهى الهامش. داء الأسد هي الحمى، لأنها كثيرا ما تغزو الأسد حتى إنه قل ما يخلو منها ساعة. نكهة الأسد، الأسد موصوف بالبخر وكذلك الصقر. وقال أحدهم لأبي هفان يوما: أنا الأسد. فرد عليه: ليس فيك من الأسد إلا النكهة. داء الذئب هو الجوع، فالعرب تقول في الدعاء على العدو: رماه الإله بداء الذئب، لأنه دهره جائع. والأسد والذئب يختلفان في الجوع والصبر عليه،
لأن الأسد رغيب حريص، وهو مع ذلك يحتمل أن يبقى أياما فلا يأكل شيئا. والذئب وإن كان أقفر منزلا وأقل خصبا وأكثر كدا وإخفاقا، فلا بد له من شيء يلقيه في جوفه، فربما استف التراب. بقلة الذئب هي اللحم، لأن الذئب لا يحوم حول شيء من البقول والنبات، وإنما بقله اللحم لا غير. وقيل لأبي الحارث: أي البقول أحب إليك؟ قال: بقلة الذئب. قال الشاعر: الخبز أفضل شيء أنت آكله، وأفضل البقل بقل الذئب يا صاحي. كلبة حومل يضرب بها المثل فيقال: أجوع من كلبة حومل. وحومل امرأة من العرب، كانت تربي كلبة لها للحراسة، وتجيعها وتطردها بالنهار. كلب الحارس يضرب مثلا للساقط، ينتسب إلى الساقط فيزداد ضعة. قتيل الكلاب هو مسمع بن سنان، سمي بذلك لأنه لجأ في الردة إلى قوم من بني عبد القيس، فكان كلبهم ينبح عليه، فخاف أن يدل على مكانه فقتله فقتل به، فكان ابنه مالك إذا نسب قيل له ابن قتيل الكلاب. روغان الثعلب يضرب المثل بخبثه ومكره وحيلته ودهائه. قال الجاحظ: ومن خبثه ودهائه أن له حيلة عجيبة في طلب مقتل القنفذ، فإنه إذا مد شوك فروته واستدار كأنه كرة قرب من ظهره فبال عليه، فإذا فعل ذلك انبسط القنفذ، فعندها يقبض على أسفل بطنه. قال: ومن العجب في قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب فيأكله، والثعلب يصيد القنفذ فيأكله، والقنفذ يصيد الأفعى فيأكلها، والحية تصيد الفأرة فتأكلها، والفأرة تصيد الفراخ وبيض كل شيء في مكانه فتأكله، والنحلة تصيد بالذبابة فتأكلها، والذبابة تصيد البعوضة، ولا بد للصائد من أن يصاد. صيد ابن آوى يضرب مثلا لما يشق طلبه ويصعب الظفر به، فإذا وجد لم يكن له طائل. قال الشاعر: كان ابن آوى وهو صعب، فإذا ما صيد يوما لا يساوي خردلة. ظباء مكة يضرب به المثل في الأمن، لأنها لا تهاج ولا تصاد في الحرم لمجاورتها الحرم، فهي ترتع وتلعب آمنة. سنور عبد الله يضرب مثلا لمن يكون مرجوا في صغره، فإذا كبر تراجع ولم يفلح. قال الفرزدق: رأيت الناس يزدادون يوما فيوما في الجميل وأنت تنقص، كمثل الهر في صغر يغالى به حتى إذا ما شب يرخص. فأرة البيش. قال الجاحظ: فأرة البيش دويبة تغتذي السموم فلا تضرها، وحكمها حكم الطائر الذي يقال له السمندل، فإنه يدخل في التنور ولا يحترق ريشه. عقوق الضب من عقوقها أنها تأكل أولادها، وذلك أن الضبة إذا باضت حرست بيضها، فإذا أخرجت أولادها ظنتها شيئا يريد بيضها، فوثبت عليها فقتلتها وأكلتها. ومن العجائب أن الهرة تأكل أولادها فتنسب إلى البر فيقال أبر من هرة، والضبة تأكل أولادها فتنسب إلى العقوق فيقال أعق من ضبة، ولا يقال أعق من هرة. فسوة الضربان يضرب به المثل في النتن، والضربان دويبة فوق جرو الكلب كريهة النتن، وأنتن خلق الله فسوا، وقد عرف ذلك من نفسه فجعله سلاحه، وهو يدخل على الضب جحره وفيه بيضه وصغاره، فيأتي أضيق موضع في الجحر فيسده بيده، ويحول دبره إليه فما يفسو ثلاث فسوات حتى
يصرع الضب فيخر مغشيا عليه فيأكله، ثم يقيم في جحره حتى يأتي على آخر صغاره. وتقول الأعراب: ربما دخل بين قطيع من الإبل فيفسو، فلا يتم له ثلاث فسوات حتى تتفرق الإبل وتنفر، فلا يردها الراعي إلا بالجهد الشديد، فمن أجل هذا سمت العرب الضربان مفرق النعم. أفاء سجستان: يضرب بها المثل في الخبث وسوء الأثر، وقد جاء في عهد أهل سجستان على المسلمين حين افتتحوها ألا يقتلوا قنفذا ولا يصيدوه، لأنها بلاد أفاع. قال الجاحظ: ولولا كثرة قنافذها لما كان لهم بها قرار ولا إقامة، والقنفذ لا يبالي أي موضع قبض من الأفعى، وذلك أنه إن قبض على رأسها أو قفاها فهي مأكولة على أسهل الوجوه، وإن قبض على وسطها أو على ذنبها جذب ما قبض عليه فاستدار، وطلبه لها وجرأته عليها على قدر هربها منه وضعفها عنه. دودة القز: تضرب مثلا في من يضر نفسه وينفع غيره، فيقال: ما فلان إلا دودة القز وفتيلة المصباح وعود الدخنة. أعض النملة: وهو يضرب المثل بما يستهان ولا يبالي به، فيقال: ما عسى أن يكون عض النملة، وقرص القملة، ولسع النحلة، ووقع البقة على النخلة، ونباح الكلاب على السحاب، وما موقع الذباب على ذي ناب. شم الذرة: قال الجاحظ: للذرة مع لطافة شخصها وخفة وزنها من الشم والاسترواح ما ليس لشيء. وربما أكل الإنسان الجراد وما يشبهه فتسقط من يده واحدة أو رجل واحدة فيها، وليس يرى بقربه ذرة ولا له بالذر عهد في ذلك المنزل، فلا يلبث أن يرى الذرة قد أقبلت إلى تلك الجرادة، فإذا أعجزتها أقبلت وخلفها كالخيط الممدود من الذر حتى يتعاون عليها فيحملنها. صحة الظليم: يقال في المثل أصح من ظليم، وهو ذكر النعام، لأنه لا يشتكي، فإذا اشتكى لا يلبث أن يموت. شيب الغراب: يضرب مثلا لما لا يكون، فيقال: لا يكون ذلك حتى يشيب الغراب. خرق الحمامة: يتمثل بذلك لأنها لا تحكم عشها، وربما جاءت إلى الغصن في الشجرة فتبني عليها عشها في الموضع الذي تهب فيه الريح، فبيضها أضيع شيء، وما ينكسر منه أكثر مما يسلم. ديك مزبد: يضرب مثلا للحقير يجلب النفع الكثير، وقصته أنه كان لمزبد ديك قديم الصحبة. في الهامش: مزبد اسم رجل صاحب نوادر. انتهى الهامش. نشأ في داره وعرف بجواره، فأقبل عيد الأضحى ووافق من مزبد رقة الحال وخلو بيته من كل خير ومير، فلما أراد أن يغدو إلى المصلى أوصى امرأته بذبح الديك واتخاذ الطعام لإقامة رسم العيد، فعمدت المرأة لتمسكه، فجعل يصيح ويثب من جدار إلى جدار ومن دار إلى دار حتى أسقط على هذا من الجيران لبنة وكسر لذلك غضارة وقلب للآخر قارورة، فسألوا المرأة عن القصة في تعرضها له فأخبرتهم، فقالوا: والله ما نرضى أن يبلغ حال أبي إسحاق مزبد إلى ما نرى، وكانوا أجوادا، فبعث بعضهم إلى داره بشاة وبعضهم بشاتين، وأنفذ بعضهم بقرة، وتغالوا في الإهداء حتى غصت الدار بالشياه والبقر، وذبحت المرأة ما شاءت، ونصبت القدرة، وسجرت التنور، وكر مزبد راجعا إلى منزله، فرأى روائح الشواء قد امتزجت بالهواء، فقال للمرأة: أنى لك هذا الخير؟ فقصت عليه قصة الديك وما ساق الله إليهم ببركته من الخيرات، فامتلأ سرورا وقال لها:
احتفظي بهذا العرق النفيس وأكرمي مثواه. الرجلاء الطاووس يضرب مثلا لما يستقبح من جملة حسنة، لأن رجلي الطاووس قبيحتان جدا، والطاووس هو ما هو في الحسن. صدق القطات يضرب بها المثل فيقال أصدق من قطات، لأن لها صوتا واحدا لا تغيره، وصوتها حكاية لاسمها، تقول قطا قطا. كمد الحبارة يضرب مثلا لمن يموت كمدا، وذلك أن الحبارة تلقي ريشها كله مرة واحدة، وغيرها من الطير يلقي الواحدة بعد الواحدة، والحبارة إذا تحسرت فترت همتها، فإذا نظرت إلى صويحباتها يطرن ولا نهوض لها، فربما ماتت كمدا. دير هزقل يضرب به المثل لمجتمع المجانين، وذلك أنه مأوى المجانين بإحدى الديارات، يشدون هناك ويداوون. ماء السماء المنذر ابن ماء السماء ينسب لأمه، وكانت تسمى ماء السماء تشبيها بها في الحسن والصفاء والطهارة، وهو المنذر ابن امرئ القيس بن النعمان بن امرئ القيس بن عدي، وأمه من النمر بن قاسط، وأبوها عوف بن جشم. نار التهويل كانت العرب توقد نارا يهولون بها على الأسود إذا خافوها، والأسد إذا عاين النار حدق إليها وتأملها، فما أكثر ما يشغله عن السابلة. نار الصيد هي التي توقد للظباء وصيدها لتعشى إذا رامت النظر إليها ولا تخيل من وراءها. نار الحمى يقال إن النيران ثلاث، نار تأكل وتشرب، وهي نار الحمى تأكل اللحم وتشرب الدم، ونار تأكل ولا تشرب، وهي نار الدنيا، ونار لا تأكل ولا تشرب، وهي نار جهنم، نعوذ بالله منها. نار الذبالة يشبه به الحاسد الذي يضحك لك وهو يحترق حسدا عليك. سروة بست كانت بقرية كشمير من رستاق بست نيسابور، شجرة سرو ضخمة من غرس يستاسف، لم ير مثلها طولا وعرضا واستواء ونضارة، وكانت من مفاخر خراسان، إذ لم يكن لها شبيه في الحسن في الآفاق، وكان المثل يضرب بها في الحسن والأعجوبة، وكانت ظلالها فرسخا، فجرى ذكرها غير مرة في مجلس المتوكل، فأحب أن يراها، وحين لم يقدر له النهوض إلى خراسان، كتب إلى واليها طاهر بن عبد الله يأمره بقطعها وبعث أقطاع جذعها وأغصانها كلها في اللبود وحملها على الجمال إلى دار الخلافة، لينصبها النجارون بين يديه حتى لا يفقد أوراقها، فأشار جلساء الوالي عليه بالإضراب عنها، وخوفوه عاقبة أمرها، وأخبروه بما في قطعها من المفاسد، ولكن لم ينفع السروة شفاعة، ولم يجد الوالي بدا من امتثال الأمر فيها، وأنفذ النجارين لقطعها والجمال لحملها. ويحكى أن أهل بست ضمنوا لطاهر مالا جزيلا على إعفائها من القطع، فأبى وقال: لو ضمنتم مكان كل درهم دينارا لم أقدر على مخالفة أمر أمير المؤمنين. ولما قطعت عظمت المصيبة بها على أهل الناحية، وارتفعت ضجاتهم بالبكاء عليها، وقالت شعراؤهم في رثائها. ثم عبئت في اللبود وحملت على 300 جمل إلى دار الخلافة، ولكن قتل المتوكل قبل وصول السروة إليه. ريح الجورب يضرب مثلا في النتن، قال الشاعر: أثني علي بما علمت فإنني أثني عليك بمثل ريح الجورب. بقية السيف، قال علي رضي الله عنه: بقية السيف أنمى عددا وأكثر ولدا، فوجد ذلك عيانا في ولده وولد المهلب، وذلك أنه
قتل مع الحسين بن علي رضي الله عنهما عامة أهل بيته، فلم ينج منهم إلا علي بن الحسين بن علي، وإنما ترك لصغره، فلما أدرك أخرج الله من صلبه الكثير الطيب. خلاخيل الرجال، وهي القيود، قال علي بن الجهم وهو في الحبس: فلا تجزئي إما رأيت قيوده، فإن خلاخيل الرجال قيودها. ليلة التمام، ليلة التمام أطول ليلة في السنة، قال امرؤ القيس: فبت أكابد ليلة التمام والقلب من خشية مقشعر. ليلة الخلافة هي ليلة لم يتفتق مثلها، ويقال لها ليلة الخلفاء أيضا، وكانت ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 170 هجرية، مات فيها خليفة وولد خليفة واستخلف خليفة، مات الهادي وولد المأمون واستخلف الرشيد. زمن الفطحل هو زمن الخصب والسعة، وزعموا أن القطى قالت للحجل: حجل حجل، كفرس في الجبل يهمز من خوف الأجل. فقال لها الحجل: قطى قطى، أرى قفاك أم عطى، بيضك ثنتان وبيضي مئتا. قمر الشتاء يضرب به المثل في الضياع، فيقال أضيع من قمر الشتاء، لأنه لا يجلس فيه كما يجلس في قمر الصيف. قال ابن حجاج: غير أني أصبحت أضيع في القوم من البدر في ليالي الشتاء. شمس العصر تضرب مثلا للشيخ المسن الذي خرف وبلغ ساحل الحياة، فيقال: ما هو إلا شمس العصر على القصر. عادة القمر تضرب مثلا لمن لا يجيء إلا ليلا. أثافي الشر، قال الأصمعي: كان جرير والفرزدق والأخطل يسمون أثافي الشر، تهاجوا 40 سنة. بكاء السرور، السرور إذا أفرط أبكى، والغم إذا أفرط أضحك. قال بعضهم: وكنت أبكي قرير العين من فرح، والآن من عجب، والآن من عجب في ضحك مكروبي. جهد البلاء، يروى أن المأمون قال يوما لجلسائه: ما جهد البلاء؟ فقال عمرو بن مسعدة: طول الليلة الساهرة من خوف ذي البطشة القادرة. فقال: إن هذا الجهد لم يبلغ أن يكون كل الجهد. فقال صالح العباسي: جهد البلاء زوال النعمة وانتهاك الحرمة والأمر الغمة. فقال المأمون: إن الأمر الغمة لناهيك به. فقال الحجاج بن خيثمة: بل جهد البلاء على من غضب عليه أمير المؤمنين، فلا يقبل له عذرا ولا يعده صفحا، فالأرض لا تقله والسماء لا تظله. فقال ثمامة: جهد البلاء جري حكم جاهل على عالم. فقال المأمون: ينبغي أن يكون لحديثك قصة. قال: نعم يا أمير المؤمنين، حبسني الرشيد ووكل بي مسرورا، فمنعني النعاس وقرب الناس. ثم دخل علي يوما وهو يقرأ: والمرسلات عرفا، لعله بضم التاء، ويقول: ويل يومئذ للمكذبين بفتح الذال. فقلت: إن المكذبين هم الرسل، والمكذبين قومهم. فقال: قد قيل لي إنك قدري، ولكني لم أصدق إلا الآن. فأي جهد يكون أجهد من هذا؟ فقال المأمون: صدقت يا ابن معن. جلسة الخطيب تمثل بها في الخفة بعض الظرفاء، فقال: جلسة فلان عندي أخف من جلسة الخطيب فيما بين الخطبتين. خبط الفيل يضرب به المثل في ثقل الوطأة، وكانت الأكاسرة ربما قتلت الرجل بوطئ الأفيلة، وكانت قد دربت على ذلك وعلمت.
فإذا ألقي إليها الرجل تركت العلف وقصدت نحوه فضربته بخراطيمها وخبطته بقوائمها حتى يموت. وكان ممن ألقي تحت أرجل الفيلة النعمان بن المنذر. داء الكرام كناية عن الدين، لأن الكرام كثيرا ما يبتلون به. سر الزجاجة يضرب مثلا لما لا يكتم من الأسرار، لأن الزجاجة جوهر لا يكتم فيه شيء. صحبة السفينة يضرب مثلا في الصحبة التي لا صداقة معها، وذلك أن الناس ربما تصاحبوا في السفينة ثم لا يتصادقون بعدها. قال الشاعر: من غاب عنكم نسيتموه وروحه عندكم رهينة، أظنكم في الوفاء ممن صحبته صحبة السفينة. مجالس الكرام. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يكثر الجلوس في المساجد ويقول: المساجد مجالس الكرام. مفتاح النجاح. قال لبعض الحكماء: مفتاح النجاح الصبر على طول مدته. معترك المنايا هو ما بين 60 إلى 70 من أعمار الناس. مدرجة الشرف. قال أكثم بن صيفي: المناكح الكريمة مدارج الشرف. جنة الدنيا. كان يقال للشام جنة الدنيا، ولما أفرج هرقل عن بلاد الشام للمسلمين وخرج منها هاربا إلى الروم بكى حتى خضلت لحيته وغشي عليه، فلما أفاق قال: السلام عليك يا سوريا، يا جنة الدنيا سلام غير ملاق. جنة عدن. من الأبيات السائرة على وجه الأرض قول القائل: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. الجواب: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. الحدائق الغناء في أخبار النساء لابن جميل. في الهامش: الحدائق الغناء في أخبار النساء تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن محمد المعافري المالقي، تحقيق وتقديم عائدة الطيبي، ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، 1398 هجرية، 210 صفحة. عدت المحققة هذا الكتاب ذا قيمة مضاعفة، إذ هو النسخة الوحيدة لكتاب يكاد يكون فريدا في بابه، كتاب صنفه مؤلفه في القرن السادس الهجري بغرض واحد، ألا وهو جمع أخبار في مجلد واحد عن عدد من النساء اللواتي برزن في وقتهن، بحيث خلدن أسماءهن على صفحات التاريخ. ولم تنشر المحققة المخطوطة بأكمله المؤلف من 11 جزءا لطيفا، بل أوردت 9 منها فقط، واستبعدت الأول والثاني المخصص حديثهما عن حواري السيد المسيح وحواء عليهما السلام، والعاشر يروي قصة بلقيس وسليمان عليه السلام، والحادي عشر يدور حول أيوب عليه السلام وزوجته. والمؤلف هو علي بن محمد بن علي بن جميل المعافري، ينتسب إلى قبيلة معافر اليمنية الشهيرة، وهو أندلسي الأصل والمنشأ، من أهل مالقة، قرأ على شيوخها ورحل إلى المشرق واستقر في القدس، ولما افتتحها صلاح الدين بحث عن إمام يكون خطيبه وصاحب الصلاة به، فأجمع العلماء على اختيار ابن جميل، فاستمر معروف الجلالة إلى أن توفي بها، وكان ورعا حافظا للحديث، عارفا بالقراءات، علامة في النحو، حسن الخط. عندما توفي لم يتخلف عن جنازته أحد، حتى إن النصارى الذين كانوا بالكنيسة اتبعوا جنازته ورموا بعض ثيابهم على نعشه. توفي سنة 605 للهجرة. انتهى الهامش.
الحدائق الغناء في أخبار النساء. قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مؤمنة بنت بهلول وهي زاهدة دمشق تقول: الغافل ينام ولا يقوم، ولا تطيب ساعة لا يكون فيها ذكر الله عز وجل. ميسون بنت بحدل الكلبية كانت بدوية لبيبة، ولما زوجت من معاوية بن أبي سفيان ونقلت إلى دمشق وأسكنت قصرا من قصور الخلافة، حنت ذات يوم إلى البادية فأنشأت تقول: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شغوفي، وبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، وكلب ينبح الطراق عني أحب إلي من هز من هر ألوفي، أحب إلي من هر ألوفي. ثم إن معاوية طلقها وألحقها بأهلها. خطب نائلة بنت الفرافصة قوم من قريش بعد موت زوجها الخليفة عثمان، فدعت بمرآة فنظرت فيها وكانت من أحسن الناس ثغرا، فأخذت حجرا فدقت به أسنانها فسال الدم على صدرها، فبكى جواريها وقلن لها: ما صنعت بنفسك؟ قالت: إني رأيت الحزن يبلى كما يبلى الثوب، وإني خفت أن يبلى حزني على عثمان فيطلع مني رجل ما اطلع عليه عثمان، وذلك ما لا يكون أبدا. عن طعمة بن عمرو: وكان رجلا قد يبس وشحب من العبادة، فقيل له: ما شأنك؟ قال: إني كنت حلفت أن ألطم عثمان، فلما قتل جئت فلطمته، فقالت لامرأته: أشل الله يمينك، وصلى وجهك النار، فقد شلت يميني وأنا أخاف. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء الصغرى: لا تسألي أحدا شيئا. قالت: إن احتجت؟ قال: تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم، فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه، ولا تسألي أحدا شيئا. وتقول أم الدرداء: إذا أتى أحدكم شيء فليقبل، فإن كان غنيا عنه فليضعه في ذي الحاجة من إخوانه، وإن كان إليه محتاجا فليستعن به عن حاجته، ولا يرد على الله تعالى رزقه الذي رزقه. عرضت على معاوية جارية فأعجبته، فسأل عن ثمنها، فإذا ثمنها 100,000 درهم، فابتاعها، ونظر إلى عمرو بن العاص فقال: لمن تصلح هذه الجارية؟ فقال: لأمير المؤمنين. قال: ثم نظر إلى غيره فقال له كذلك، فقال: لا. فقيل: فلمن؟ قال: للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنه أحق بها لما له من الشرف ولما كان بيننا وبين أبيه. فأهداها له، فأمر من يقوم عليها، فلما مضت 40 يوما حملها، وحمل معها أموالا عظيمة وكسوة وغير ذلك، وكتب: إن أمير المؤمنين اشترى جارية فأعجبته فآثرك بها. فلما قدمت على الحسين بن علي دخلت عليه فأعجب بجمالها، فقال لها: ما اسمك؟ فقالت: هوى. قال: أنت هوى كما سميت، هل تحسنين شيئا؟ قالت: نعم، أقرأ القرآن وأنشد الأشعار. قال: اقرأي. فقرأت: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، سورة الأنعام الآية 59. قال: أنشديني. قالت: ولي الأمان؟ قال: نعم. فأنشأت تقول: أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان. فبكى الحسين ثم قال: أنت حرة، وما بعث به معاوية معك فهو لك. ثم قال لها: هل قلت في معاوية شيئا؟ فقالت:
رأيت الفتى يمضي ويجمع جهده رجاء الغنى والوارثون قعود، وما للفتى إلا نصيب من التقى إذا فارق الدنيا عليه يعود. فأمر لها بألف دينار وأخرجها، ثم قال: رأيت أبي أمير المؤمنين كثيرا ما ينشد، ومن يطلب الدنيا لحال يسره فسوف العمر عن قليل يلومها، إذا أدبرت كانت على المرء فتنة، وإن أقبلت كانت قليلا دوامها. ثم بكى وقام إلى صلاته. انتهى الوجه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم أبان بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فأبته، فقيل: ولما؟ قالت: إن دخل دخل ببأس، وإن خرج خرج ببأس، قد أذهله أمر آخرته عن أمر دنياه، كأنه ينظر إلى ربه بعينه. ثم خطبها الزبير بن العوام رضي الله عنه فأبته، فقيل لها: ولما؟ قالت: ليس لزوجته منه إلا شارة في قراملها. ثم خطبها علي رضي الله عنه فأبت، فقيل لها: ولما؟ قالت: ليس لزوجته منه إلا قضاء حاجته، ويقول: كنت وكنت وكان وكان. ثم خطبها طلحة فقالت: زوجي حقا. قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: إني عارفة بخلائقه، إن دخل دخل ضحاكا، وإن خرج 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 بساما، إن سألت أعطى، وإن سكت ابتدأ، وإن عملت شكر، وإن أذنبت غفر. فلما ابتنى بها قال علي: يا أبا محمد، إن أذنت لي أن أكلم أم أبان؟ قال: كلمها. قال: فأخذ سجف الحجلة ثم قال: السلام عليك يا غريرة نفسها. قالت: وعليك السلام. قال: خطبك أمير المؤمنين وسيد المسلمين فأبيته؟ قالت: كان ذلك. قال: وخطبك الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد حواريه فأبيته؟ قالت: وقد كان ذلك. قال: وخطبتك أنا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: قد كان ذلك. قال: أما والله لقد تزوجت أحسننا وجها وأبذلنا كفا يعطي هكذا وهكذا. دخلت عزة كثير على أم المؤمنين أخت عمر بن عبد العزيز فقالت لها: ما سبب قول كثير؟ قضى كل ذي دين علمت غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. قالت: كنت وعدته قبلة فتحرجت منها. فقالت أم المؤمنين: أنجزيها وعلي إثمها. قال: فندمت أم البنين على قولها هذا، فأعتقت لكلمتها هذه 70 رقبة. كانت أم سعيد بنت سعيد بن عثمان بن عفان عند هشام بن عبد الملك، ثم طلقها فندم على طلاقها، فتزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك، ثم طلقها وندم على طلاقها، فتزوجها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فدس إليها العباس أشعب بأبيات قالها، وقال له: إن أنشدتها إياها فلك 1000 دينار. قال: فأتاها فأنشدها، فقالت له: دسك العباس وجعل لك 1000 دينار، فأخبره عني ولك 1000 دينار. ثم قالت: وما قال؟ فقال: قال: أسعدة، هل إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من تلاقي؟ قالت: إن شاء الله. فقال: بلى، فلعل دارك أن توافى بموت من حليلك أو فراقي. قالت: بفيك الحجر. قال: فأرجع شامتا وتقر عيني، ويجمع شملنا بعد انشقاقي. قالت: بل يشمت بك إن شاء الله.
أم مسلم الخولانية زوجة أبي مسلم العالم الرباني مات عنها، وتزوجت بعده عمرو بن عبد، ثم سئلت أي الرجلين أفضل؟ قالت أما أبو مسلم فإنه لم يكن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأما عمرو بن عبد فإنه كان ينار عليه في محرابه حتى إني كنت أختدم على ضوء نوره من غير مصباح. روى الأصمعي عن ابن أبي الزناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو أدركت عفراء وعروة جمعت بينهما. وعفراء بنت عقال العدوية هي صاحبة عروة بن حزام وابنة عمه، كانت بنواحي بصرى وهي شاعرة، وكان بينهما حب، وكانت متزوجة من غيره، ثم إنها ناحت عليه بأبيات حتى ماتت. أنشد الحسن بن رشيق لنفسه في الناس من لا يرتجى نفعه إلا إذا مس بإضرار، كالعود لا يطمع في طيبه إن أنت لم تمسسه بالنار. وأنشد أبو الحسن علي بن أحمد الأندلسي لنفسه وسائلة لتعلم كيف حالي، فقلت لها بحال لا تسر، دفعت إلى زمان ليس فيه إذا فتشت عن أهليه حر. حدث الأصمعي قال دخلت في الطواف عند السحر فإذا أنا بغلام شاب حسن الوجه حسن القامة عليه شملة وله ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة يقول ألا أيها المأمول في كل ساعة شكوت إليك الضر فارحم شكايتي، ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي، فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي، فزادي قليل ما أراه مبلغي، ألي الزاد أبكي أم لبعدي مسافتي، أتيت بأعمال قباح رديئة، فما في الورى خلق جنى كجنايتي، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي ثم أين مخافتي؟ قال فتقدمت إليه وكشفت عن وجهه فإذا به الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فقلت يا سيدي مثلك من يقول هذه المقالة وأنت من بيت أهل النبوة ومعدن الرسالة. قال هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان ولدا قرشيا. أما سمعت قول الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، سورة المؤمنون الآية 101. دخلت عزة على عبد الملك بن مروان وهو لا يعرفها ترفع مظلمة لها، فلما سمع كلامها تعجب منه، فقال له بعض جلسائه هذه عزة كثير. فقال عبد الملك إن أردت أن أرد عليك مظلمتك فأنشديني ما قال فيك كثير. فاستحيت وقالت والله ما أعرف كثيرا، لكني سمعتهم يحكون عنه أنه قال في قضى كل ذي دين علمت غريمه، وعزة منطول معنى غريمها. فقال عبد الملك ليس عن هذا أسألك، ولكن أنشديني من قوله وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالذي عهدت، ولم يخبر بسرك مخبر. قالت قد سمعت هذا، ولكني سمعت الناس يحكون عنه أنه قال في كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلتي، صفوح فما تلقاك إلا بخيلة، فمن مل منها ذلك الوصل ملتي.
فقضى حاجتها ورد مظلمتها وقال: أدخلوها على الجواري يأخذن من أدبها. قالت أم البنين ابنة عياض بن الحسن الأسلمية: سارت علينا عزة في جماعة من قومها فنزلت على بئر بن يربوع الجهني فسمعنا بها، فاجتمعت جماعة من نساء الحاضر أنا فيهن فجئناها، فرأينا امرأة حميراء حلوة لطيفة فتضاءلتها، ومعنا نسوة كلهن لهن الفضل عليها في الجمال والخلق، إلى أن تحدثت عزة فإذا هي أبرع الخلق وأحلاه حديثا، فما فارقناها إلا ولها الفضل في أعيننا، وما نرى أن امرأة تفوقها حسنا وجمالا وحلاوة. دخل كثير على عبد الملك بن مروان، وكان كثير دميما، فلما نظر إليه عبد الملك قال: تسمع بالمعيدي لا أن تراه. فقال كثير: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وتحت ثيابه أسد يزير، ويعجبك الطوير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، وما عظم الرجال لها بزين، ولكن زينها كرم وخير، فقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، يصرفه الصبي بكل وجه، ويحمله على الخسف الجرير، شرار الأسد أكثرها زئيرا، وخيرتها اللواتي لا تزير، بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلات نزور. فقال عبد الملك: إن كنا أسأنا لك اللقاء فلسنا نسيء لك الثواب، فاذكر حاجتك. فقال: حاجتي أن تزوجني عزة. فوجه إلى أهلها فأحضرهم وأمرهم بتزويجه إياها، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هي امرأة بالغ لا يولى على مثلها، ونحن نعرض ذلك عليها، فإن أجابت إليه امتثلناه. فأمر بإحضارها فأحضرت، فعرض عليها التزويج به، فقالت: بعدما شهرني في العرب وشبب بي فأكثر ذكري، ما إلى هذا سبيل. فقال لها: فإذا أبيت هذا وكرهته فاكشفي وجهك. فثقل ذلك عليها، ثم فعلت ومضت مكشوفة الوجه إلى بعض حجر عبد الملك، فدخلت الحجرة ونظرت إلى كثير مغضبة، فقال بعض من حضرها: جنت. فأنشأ كثير يقول: أصاب الردى من كان يهوى لك الردى، وجن اللواتي قلن عزة جنتي، فهن لأولى بالجنون وبالخنا وبالسيئات ما حيين وحيتي، ولما رأت من حولها نقص الحياة أرمتني بباقي وصلها، ثم ولتي: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة، لدينا ولا مقلية إن تقلتي. فحلف أن لا تكلم كثيرا سنة. وخرج كثير يريد عبد العزيز بن مروان، فأكرمه ورفع منزلته وأحسن جائزته، وقال: سلني ما شئت من الحوائج. قال: نعم، أحب أن تنظر لي من يعرف قبر عزة فيقفني عليه. فقال له رجل من القوم: إني لعارف به. فوثب كثير فقال لعبد العزيز: حاجتي أصلحك الله. فانطلق به الرجل حتى انتهى إلى موضع قبرها، فوضع يده عليه وعيناه تجري وهو يقول: وقفت على ربع لعزة ناقتي، وفي البرد رشاش من الدمع يسفح، فيا عز أنت البدر قد حال دونه، رجيع التراب والصفيح المضرح، وقد كنت أبكي من فراقك خيفة، وأنت لعمر اليوم أنأى وأنزح، ألا لا أرى بعد ابنة النضر لذة لشيء ولا ملحا لمن يتملح، فإن التي أحببت قد حال دونها،
طوال الليالي والضريح المصفح، أرب بعين البكا كل ليلة، فقد كاد مجرى دمع عيني يقرح. نظرت فاطمة بنت الحسين إلى جنازة زوجها الحسن بن الحسن، ثم غطت وجهها وقالت: وكانوا رجاء ثم أمسوا رزية، لقد عظمت تلك الرزايا وجلتي. قال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: جمعتنا أمنا فاطمة بنت الحسين فقالت: يا بني، إنه والله ما نال أحد من أهل السفه بسفههم ولا أدركوه من لذاتهم إلا وقد أدركه أهل المروءات بمروءاتهم، فاستتروا بجميل ستر الله. يروى عن سكينة بنت الحسين أنها جاءت وهي صغيرة إلى أمها وهي تبكي، فقالت لها: ما لك؟ فقالت: مرت بي دبيرة فلسعتني بأبيرة فأوجعتني قطيرة. قال عبد الله بن مسلم: حدثني أبي قال: كنت في مجلس ضم أشرافا من قريش فتذاكروا الخنساء وليل الأخيلية، ثم أجمعوا على أن الأخيلية أفصحهما، فشهدوا كلا للأخيلية بالفصاحة. مدحت ليلى الأخيلية الحجاج بأبيات فقال: قاتلها الله، ما أصاب صفتي شاعر منذ دخلت العراق غيرها. ثم قال: يا غلام، اذهب بها إلى فلان فقل له اقطع لسانها. فذهب فقال له: يقول لك الأمير اقطع لسانها. فأمر بإحضار الحجام، فالتفت إليه فقالت له: ثكلتك أمك، أما سمعت ما قال؟ إنما أمرك أن تقطع لساني بالبر والصلة. فبعث إلى الحجاج يستثبته، فاستشاط الحجاج غضبا وهم بقطع لسانه، فقال: أرددها. فلما دخلت عليه قالت: كاد وأمانة الله أيها الأمير أن يقطع مقولي. ثم أنشأت تقول: حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد، حجاج أنت شهاب الحرب إن لقحت، وأنت للناس نور في الدجى يقد. ثم أقبل الحجاج على جلسائه فقال: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا والله أيها الأمير، إلا أننا لم نر امرأة قط أفصح لسانا ولا أحسن محاورة ولا أملح وجها ولا أرصن شعرا منها. فقال: هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة الخفاجي من حبها. وخرج زوج ليلى الأخيلية بها فمر على قبر توبة، فقال لها: يا ليلى، هذا الذي يقول فيك، فلو أن ليلى الأخيلية سلمت فلو أن ليلى الأخيلية سلمت علي وفوقي تربة وصفائح، لسلمت تسليم البشاشة أو زقى إليها صدى من جانب القبر صائح. فقال: أنت طالق إن لم تسلمي عليه حتى أنظر ما يرد عليك. فقالت: وما دعاك إلى عظام قد رمت؟ قال: هو ما سمعتي. فدنت منه فقالت: السلام عليك يا توبة، فتى الفتيان وسيد الشبان. وكانت قطاة قد عششت في جانب القبر، فلما سمعت الصوت نفرت فخرجت تقول: قطا قطا. فلما سمعت ناقة ليلى الصوت نفرت بليلى فسقطت واندقت عنقها فدفنت إلى جانبه. وقيل إنها ماتت بعد المرور على قبره بأيام. قال بعض المحدثين في معاتبته بعض ذوي الخيانة من الإخوان: وكنت أخي بإخاء الزمان، فلما انقضى صرت حربا عوانا، وكنت أعدك للنائبات، فها أنا أطلب منك الأمانة. الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم. في الهامش:
الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم، تأليف أحمد الإقليشي، تحقيق أبي حذيفة إبراهيم بن محمد، طنطا دار الصحابة للتراث 1410 86 صفحة. وصايا وآداب وحكم ووعظ وإرشاد كلها دينية، جعلها المؤلف في 10 فصول، بدأها بالحكم والوصايا التي تتألف من كلمة واحدة، وثناها في الفصل الثاني بذوات الكلمتين، إلى أن ختمها في الفصل العاشر بذات العشر الكلمات. ويذكر بإيجاز في مقدمته أن كتابه هذا يعذب للسامع ويعذب للمسامع، ويزيد في عقل اللبيب البارع، وينتقل من العقول إلى الصدور. والمؤلف هو أحمد بن معد بن عيسى التجيبي، ثم الوافي المالكي شهاب الدين أبو العباس المعروف بالإقليشي. ولد بإقليش إحدى مدن الأندلس، ونشأ بها ورحل إلى المشرق، وتوفي بقوص من صعيد مصر، وقيل بمكة. وهو عالم مشارك في أنواع العلوم كالحديث واللغة والأدب. من تصانيفه الأخرى النجم من كلام العرب والعجم، شفاء الظمآن في فضل القرآن، أنوار الآثار في فضل النبي المختار، حلي الأولياء. توفي سنة 550 هجرية. انتهى الهامش. الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم. في الكلمة الواحدة، قيل لبعض الزهاد: دلنا على موعظة واحدة تكون أبلغ المواعظ. فقال: عليك بالنظر في محلة الأموات. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: جعل الشر كله في بيت واحد، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت واحد، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. في الكلمتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من أراد التوبة فليترك شيئين: يترك المظالم، ويترك مخالطة من كان مخالطه، وإلا لم ينل ما يريد. قال عبد الله بن المعتز: شيئان لا أدري أيهما أفضل، موت الغني أو عيش الفقير. قال بعضهم: خصلتان يسود بهما العبد: بذل المال، والتجاوز عن زلل الإخوان. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: ما أوتي العبد بعد الإيمان بالله عز وجل أحب إلى الله تعالى من خصلتين: توبة من ذنب، ودعوة من قلب. قال لقمان لابنه: شيئان لا تذكرهما: إحسانك إلى الناس، وإساءتهم إليك. وشيئان لا تنسهما: ذكر الله والموت. روي أن موسى عليه السلام قال: يا رب، كيف أعرف من أحببت ممن أبغضت؟ قال: يا موسى، إني إذا أحببت عبدا جعلت فيه علامتين. قال: يا رب، وما هما؟ قال: ألهمه ذكري لكي أذكره في ملكوت السماوات، وأعصمه عن محارم كي لا يحل عليه عذابي ونقمتي. يا موسى، إني إذا أبغضت عبدا جعلت فيه علامتين. قال: يا رب، وما هما؟ قال: أنسيه ذكري، وأخلي بينه وبين نفسه لكي يقع في محارمي وسخطي فيحل عليه عذابي. في الثلاثة، قال بشر الحافي: الجوع يورث 3 أشياء: يصفي الفؤاد، ويميت الهوى، ويورث العلم الدقيق. قال رجل لابنه: يا بني، اجتنب صحبة 3:
الفاسق فإنه يشغلك بأكله وشربه، والجبار فإنه يشتمك ويشتم والديك، والبخيل فإنه يخذلك أحوج ما كنت إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية والمؤمنون أولى بها. أحدها أنهم كانوا إذا نزل بهم ضعيف اجتهدوا في بره. الثاني كانوا إذا تزوجوا امرأة فكبرت عندهم لا يطلقونها مخافة أن تضيع. الثالث كانوا إذا لحق جارهم دين أو أصابته شدة اجتهدوا في قضائه وأخرجوه من تلك الشدة. وعن حاتم الأصم رحمه الله أنه قال: ثلاث إذا كن في مجلس فالرحمة عنهم مصروفة: ذكر الدنيا والضحك والوقيعة في الناس. وعن يحيى بن معاذ أنه قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال تكن من المحسنين: أحدها أنك إن لم تنفعه فلا تضره، والثانية إن لم تسره فلا تغمه، والثالثة إن لم تمدحه فلا تذمه. وقال سهل التستري رحمه الله: العلماء ثلاثة: عالم بأمر الله لا بأيامه، وهم المفتون في الحلال والحرام، وهذا علم لا يورث الخشية، وعالم بالله وبأيام الله، وهم الصديقون، فالخشية والخشوع إنما تغلب عليهم. وأراد بأيام الله أنواع عقوباته الغامضة ونعمه الباطنة التي أفاضها على القرون السابقة، فمن أحاط عليه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه، وهو الثالث. وقال حاتم الأصم رحمه الله: الشهوات ثلاث: شهوة الأكل، وشهوة الكلام، وشهوة النظر. فاحفظ الأكل بالصدقة، واللسان بالصدق، والنظرة بالعبرة. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: الناس ثلاثة: رحماني ونفساني وشيطاني. فالرحماني همته الشوق، والنفساني قائم في هواه، والشيطاني يغرر للعصاة. وقال أيضا: أشد الحسرات يوم القيامة على ثلاثة: رجل مملوك يدخل الجنة ومولاه لا يدخل، ورجل جمع مالا فمنع منه حق الله فيموت فينفقه ورثته في الطاعة فينجون به والذي جمعه في النار، ورجل عالم ينجو الناس بعلمه وهو يصير إلى النار. وقال بعضهم: ثلاثة أشياء من طابع الجهال: الغضب من غير شيء، والإعطاء في غير حق، وترك التميز بين العدو والصديق. وقالوا: ثلاثة تورث المحبة: الدين والأدب والتواضع. وثلاثة تكسب المقت: الكبر والبخل والظلم. جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي شيء رأس الزهد ووسط الزهد وآخر الزهد؟ فقال: رأس الزهد الثقة بالله، ووسط الزهد الصبر، وآخر الزهد الإخلاص. وقال بعضهم: ثلاثة يمتحن بها عقول الرجال: كثرة المال، والولاية، والمصيبة. وثلاثة تهدم القوى: فقد الأحبة، والفقر في الغربة، ودوام الشدة. الشاكرون على ثلاثة مراتب: فمنهم من يشكر الله رغبة في ثوابه، ومنهم من يشكره رهبة من عقابه، ومنهم من يشكره تلذذا بالثناء عليه. في الأربعة: عن محمد بن جعفر رحمه الله أنه قال: عجبت لمن ابتلي بأربع كيف يغفل عن أربع. عجبت لمن يبتلى بالهم كيف لا يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن الله تعالى يقول:
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سورة الأنبياء الآيتان 87 و88. وعجبت لمن خاف شيئا كيف لا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الله تعالى يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. سورة آل عمران الآيتان 173 و174. وعجبت لمن يمكر من الناس كيف لا يقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لأن الله تعالى يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. سورة غافر الآيتان 44 و45. وعجبت لمن رغب في الجنة كيف لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن الله تعالى يقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. سورة الكهف الآيتان 39 و40. وقال بعضهم قساوة القلب في أربعة أشياء: أحدها بطن ممتلئ، والثاني صحبة صاحب السوء، والثالث نسيان الذنوب الماضية، والرابع طول الأمل. قال بعض الحكماء أربعة طلبناها فأخطأنا طريقها: طلبنا الغنى في المال فإذا هو في القناعة، وطلبنا الراحة في الكثرة فإذا هي في القلة، وطلبنا الكرامة من الخلق فإذا هي في التقوى، وطلبنا النعمة في الطعام واللباس فإذا هي في الستر والسلامة، يعني ما يستر من الذنوب والعيوب. أربعة لا يثبت معها الملك: غش الوزير، وسوء التدبير، وخبث النية، وظلم الرعية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أربعة لا أقدر على مكافأتهم: رجل بدأني بالسلام، ورجل وسع لي في مجلسي، ورجل اغبرت قدماه في حاجتي، وأما الرابع فلا يكافئه إلا الله. قيل ومن هو؟ قال رجل نزل بدار فبات مفكرا ليلته بمن ينزل به، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي. قال بعضهم الثياب أربعة: السخاء ثوب جمال، والكرم ثوب وقار، والندم ثوب رجاء، وإنجاز الوعد ثوب مروءة. قال حاتم الأصم رحمه الله أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا يعرفه إلا الشيوخ، وقدر العافية لا يعرفها إلا أهل البلاء، وقدر الصحة لا يعرفها إلا المرضى، وقدر الحياة لا يعرفها إلا الموتى. أربعة تعرف بأربعة: الكاتب بكتابته، والعالم بجوابه، والحكيم بأفعاله، والحليم باحتماله. وقال الشعبي رحمه الله من أعطي أربعا لم يحرم من أربع: من أعطي الشكر لم يمنع من المزيد، لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم الآية 7. ومن أعطي الاستغفار لم يحرم من المغفرة، لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، سورة نوح الآية 10. ومن أعطي التوبة لم يمنع من القبول، لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، سورة الشورى الآية 25. ومن أعطي الدعاء لم يمنع الإجابة، لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم، سورة غافر الآية 60. وقال بعضهم أربع لا تشبع من أربعة: عين من نظر،
وأرض من مطر، وأذن من خبر، وأنثى من ذكر. في الخمسة، قال عبد الله بن محمد الهروي: خمس خصال تورث خمس خصال: من كذب ذهب جماله، ومن ساء خلقه كثر همه، ومن تظاهرت عليه النعم فليكثر من الشكر، ومن كثر غمومه فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن ألح عليه الفقر فليكثر من الاستغفار. وعن الجنيد رحمه الله أنه قال: علم الأولين والآخرين في خمس كلمات: حب الجليل، وبغض القيل، ومتابعة التنزيل، وخوف التحويل، والتأهب للرحيل. وقال أبو الليث السمرقندي رحمه الله: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود: أولها غم لا ينقطع، الثانية مصيبة لا يؤجر عليها، الثالثة مذمة لا يحمد عليها، الرابعة سخط الرب، الخامسة يغلق عنه باب التوفيق. قال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقاوة: القسوة في القلب، والجمود في العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول الأمل. قال سهل بن عبد الله رحمه الله: خمسة أشياء من جواهر النفس: فقير يظهر الغنى، وجائع يظهر الشبع، ومحزون يظهر الفرح، ورجل بينه وبين رجل عداوة فيظهر له المحبة، ورجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يظهر ضعفا. روي أن رجلا أتى إبراهيم بن أدهم فقال: يا أبا إسحاق، إنني لا أصبر على المعاصي، فقل لي قولا أنتفع به. قال: نعم، أقول لك خمس خصال، إن قدرت عليها لم تضرك معصية. قال: هاتي. قال: إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: يا أبا إسحاق، فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله؟ قال: فيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه؟ قال: لا. هاتي الثانية. قال: إن أردت أن تعصيه فلا تسكن بلاده. قال: هذه أشد من الأولى، إذا كانت السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما له، فأين أسكن؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه؟ أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟ قال: لا. هات الثالثة. قال: فإذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لا يراك فعصه فيه. قال: يا أبا إسحاق، فكيف أصنع وما في السماء والأرض والجبال والبحار موضع إلا وهو بارز له، يرى ما في قعر البحار وتحت أطباق الجبال؟ قال: يا هذا، أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتجاهره بمعصيته؟ قال: لا. هات الرابعة. قال: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل: أخرني حتى أتوب. قال: لا يقبل مني. قال: يا هذا، فإذا كنت تعصيه ولا تأمن مفاجأة الموت ولا يقبل منك فيؤخرك فتموت على غير توبة، فكيف يكون حالك؟ قال: هات الخامسة. قال: إذا جاءتك الزبانية ليأخذوك إلى النار فلا تمضي معهم. قال: لا يدعونني. قال: فإذا كنت لا تقدر على الامتناء منهم ولا تدع المعصية، فكيف ترجو الخلاص؟ قال: حسبي. ولزم إبراهيم فعبد الله حتى مات. في الستة، عن الإمام علي رضي الله عنه قال: لأنسبن الإسلام بنسبة لم ينسبها أحد قبلي ولا ينسبها أحد بعدي إلا بمثل ذلك. الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل هو النية.
أوصى حكيم ولده فقال: يا بني اعلم أن أصعب ما على الإنسان 6 أشياء: أن يعرف نفسه، ويعلم عيبه، ويكتم سره، ويهجر هواه، ويخالف شهوته، وأن يمسك عما لا يعنيه. وقال آخر: اعلم أن النيل في 6 أشياء: مؤاخاة الأكفاء، ومداراة الأعداء، والحذر من السقطة، والتيقظ من الورطة، وتجرع الغصة، ومعالجة الفرصة. في 7: أوصى حكيم ولده فقال: اعلم يا بني أنه لا خير في 7 إلا ب7: لا خير في قول إلا بفعل، ولا بمنظر إلا بمخبر، ولا في ملك إلا بحق، ولا في صداقة إلا بوفاء، ولا في فقه إلا بورع، ولا في صدق إلا بنية، ولا في حياة إلا بصحة وأمن. في 8: وقال بعضهم: 8 إن أهينوا فلا يلوم إلا أنفسهم: الجالس على مائدة لم يدع لأهلها، والمتكبر على رب البيت، وطالب الخير من أهدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين 2 في حديثهما، والمستخف بالسلطان، والجالس مجلسا ليس له بأهل، والمقبل بحديثه على من لا يسمع منه. قال يحيى بن خالد البرمكي: لذة الدنيا في 8 أشياء: الطعام الطيب، والماء البارد، والثوب اللين، والفراش الوطيء، والدار الواسعة، والمرأة الموافقة، والجارية الفارهة، والمقدرة على الإحسان. وقال: الذل في 8 أشياء: في الكذب، والغربة، والعليل، والمحزون، والمديون، والفقير بين الأغنياء، والجاهل بين العلماء، ومن ترادفت عليه المصائب. انتهى الشريط 3. من فضلك انتقل إلى الشريط 4.